عندي واحد الصورة بغيت نشاركها معكم، يعني واحد تعقيب كنطلب من الإخوان التقنيين إذا كان ممكن يبينوا هاد الصورة هذه. الصورة اللي كتبين بأنه أثناء الصورة اللي كتاخذوا قبل اللي كياخذوا لاعبين قبل المقابلة، كان واحد الشخص غريب مصور مع المنتخب الوطني، يعني في ظل هاد الأمور ديال الكورونا، في ظل يعني هاد التدابير الاحترازية، واش من المعقول ومن العادي، يعني واش من اللجنة المنظمة ولا من المدرب، شكون اللي كان خصو يتدخل باش ما يكونش هاد الأمر؟ يعني يقدر لاعب، لا ماشي مغربي، أنا نصيفطك تصويرة سي مجدين ونصيفط الصورة لسي إسماعيل بالمعلم باش يقدروا يشاركوها معنا. شوف، هو ليماج السيطالة ديال المنتخب الوطني المغربي او اي نادي يعني بروفيسيونال يعني محترف، خاصه مثل هاد الامور هذه، يعني ديجا كدير ليها واحد القراءه قبل. هذه سي ليماج ديال البلاد، سي ليماج ديال الوطن، المنتخب المغربي راه يعني كيمثلنا كاملين، يعني ربما حتى ديك الصوره خاصها دير ليها واحد كما كنقول لك واحد ليتيود، واحد دراسه، يعني ماشي مباراه حبيه ولا لا لا ولا مباراه تكون مرب... لو تكون مباراه حبيه، مباراه حبيه غتجي تصور مع لاعبين تعرف بانه الجائحه اللي كاينه وهادشي اللي كاين، وانت واخد احتياطات ديالك كاملين في الاخر تاخذ صوره وما بقى لك والو على المباراه، تبدا يجي لاعب واحد من الجمهور ويجلس حداك ويتصور معاك، هذاك تخلي انه شيء عادي؟ لا ماشي هذاك، ماشي عادي. ولكن فيهم 11 واحد في الطاقم التقني، واش ما كيردوش البال؟ هذاك كيتسمى ان كوربي ترونجي، جسم غريب على 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 مازال هو هذا اللي قلتي. لو كان مع الستاف على ريغور، لو كان مثلا الطاقم الطبي او على ريغور، ولا ربما الطاقم الطبي او الطاقم معطيه تعليمات بانه ما يتصورش مع مع مع، ولكن هذا جسم غريب. وحنا يلاه مصابين لينا مجموعه من اعضاء في الطاقم التقني، مجموعه من اللاعبين، يعني الصوره ديال المنتخب الوطني المغربي ما كنسمحوا حتى شي واحد يخدشها باي شيء، الله يرضي عليك، ما خصهاش تخدش. بالنسبه لي انا الصوره لانك راه سي اسماعيل الصوره ما خصهاش، لا لا لا، انما الا انت اللي انت واخد جميع الاحتياطات وغادي معاك بستاف كبير باش يحميو لك اللاعبين، وغادي معاك بديكارد كور باش يحميو لك اللاعبين، حتى من الاكل ديالك باش في الفندق تقول يقدر يكون اي حاجه من الاكل ماشي جاهز حتى هو ديتي معاك وتمر عليك هذه مرور الكيلان. انا بغيت جواب من اللجنه المنظمه، بغينا نعرفوا ذاك الشخص شكون هو، واش من لي راماسور اللي تيكونوا في التيران، اغلبيه هما من لي راماسور، واش من اللجنه المنظمه شي كيتصور مع المنتخب، وشكون اللي عطاه الاحقيه السي الجيلاني؟ حتى لو يكون راماسور ما عندوش حق. اسمح لي، نورمالمون هذه امور يعني اللي غيكون كونسونتري عليها هي اللجنه المنظمه، دوك الناس اللي كتمهم الصوره، وكذلك الصوره بان غيتصور معك ان كوربي ترونجي، يعني جسم غريب يعني بعيد على المنتخب، لو كابيتان ديكيب سي لويس خصو يبعدو فوالا، على الاقل حنا كنا ملي كنا كنتصورو راه في بدايه كورونا ما كانش هذيك لا فوتو ديال ليكيب ما كانتش كدير، حنا كانت في بعض الاحيان كيجيب ولدو، كاين بعض المرات مسؤول، هادي هادوك الصور كتكون اكوتي، ولكن التصويره ديال ليكيب انتو شابل المعلم، كيفاش حتى شي واحد ما يقدر يقرب انتو شابل اللجنه المنظمه، الناس اللي كيكونوا منظمين تقول لهم هوب هوب يعني ايكارت لي 11 تيتيلير، وهذا الشيء راه لعبتو انتوما ما كان لا كوفيد، هذا باش نهضر لك على الجائحه، حنا كندوي لك انا من غير الجائحه يعني كصوره تنظيميه ديال الفريق، تتصور بوحدك فريق بوحدو وتتحيدوا كاع الظروف اللي كيكونوا جايين، يعني سير دابا لوسيت ديال برشلونه ولا ريال مدريد ولا بروسيا دورتموند ولا منتخب ديال فرنسا في لي سيت اوفيسيال ديالهم، غتلقى مصور شي واحد حداهم. انا كنقول لك في لي فوتو اوفيسيال، في لي ماتش اوفيسيال امبوسيبل. كان الاخوان التقنيين سي زكريا وسي اناس يقربوا المشاهدين من هذه الصوره هذه باش يعرفوا علاش كنتكلموا.